مشهد دخول مجموعة من السفن الحربية الروسية ومن بينها الغواصة النووية قازان يعكس سعي موسكو لتعزيز علاقاتها بدول تناهض السياسة الأمريكية وخصوصا كوبا الحليفة التاريخية للاتحاد السوفيتي وبعده روسيا. السفن البحرية وصلت إلى هافانا في 12 من حزيران يونيو يوم روسيا عيدنا الوطني. هي زيارة رسمية، زيارة ودية ترمز إلى علاقات الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا المستمرة منذ سنوات عديدة. لا شك في أن زيارة هذه السفن كوبا لا تمثل تهديدا لأحد، والهدف منها هو تعزيز علاقات التضامن والصداقة مع كوبا حليفنا الرئيسي في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي. زيارة تأتي في إطار تعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين كوبا والاتحاد الروسي التي تشهد تطورا متسارعا ولافتا بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الكوبي لروسيا قبل عامين. دخول مجموعة السفن الروسية خليج هافانا هو جزء من الجهود التي تبذلها كوبا وروسيا لتعزيز علاقات الصداقة التاريخية بينهما وتعكس المستوى الذي قطعته العلاقات بين البلدين، ليس سياسيا وحسب بل اقتصاديا وتجاريا وعلميا أيضا، إضافة إلى المحادثات الحكومية والمنتديات الاقتصادية، وخصوصا بعد الزيارة التي أجراها رئيس كوبا ميغيل دياز كانيل قبل عامين. وما يجري الآن هو حدث يجمع كل الجهود التي بذلت في الآونة الأخيرة. ما هي إلا إحدى مهمات الرحلة الطويلة، هكذا أوضح القائد العام للقوات البحرية الروسية ألكسندر مويسيف، وعليه من المرجح أن تزور المجموعة دولا أخرى في منطقة تعدها واشنطن جزءا من خطوطها الحمر أمام نفوذ الدول الأخرى. ليست المرة الأولى التي تزور فيها سفن حربية روسية كوبا، ورسو هذه السفن لخمسة أيام في ميناء هافانا يأتي ضمن رؤية استراتيجية روسية متجددة، ولا سيما في منطقة تعتبرها واشنطن حديقة خلفية لها. عروة محمود، هافانا، الميادين.